أغاني عن المعاناة والأمل، هذه ليست مجموعة عادية، هي مجموعة من مشرد الشوارع يرحبون ببعض ممن تركوا الراحة في بيوتهم وقرروا أن ينضموا إليهم، إلا أن الحياة اليومية هنا في الظروف العادية أبعد ما تكون عن الاحتفال. هذه الفتاة تعيش على الرصيف المقابل للمعبد لمدة 20 عاماً. أمها فرت من قسوة زوجها وجاءت بأطفالها 7 إلى دلهي، وشهدت تلك الفتاة موت 2 منهم جراء المرض. نحن لا نشعر بالأمن على الرصيف. بالأمس فقط ضربني شخص بمدية وسرق هاتفي المحمول وأبلغت الشرطة، ولكنهم لم يقوموا ولا حتى بتسجيل الشكوى. حياة شاقة وقاسية، ملاءة تستخدم كفراش، وكرسي متحرك مهمل تحول إلى مكان للاحتفاظ بكل ما له قيمة لديهم. أما أي نقود لديهم فيتركونها مع أحد أصحاب المتاجر في الفلكان. أحيانا ما يتوفر العمل الذي قد يجلب لهم بعض المال، إلا أنهم غالبا ما يعتمدون على الصدقات في الحصول على طعامهم وشرابهم. يستمع الطلاب إلى قصص المعاناة للبقاء على قيد الحياة. هذا الطالب ذاته مهاجر وعانى كثيرا للتأقلم على حياة المدينة، إلا أنه لم يشعر أبدا بأي رابطة بالمشردين من قبل. كمعظم المتعلمين أنا أيضا تصورت أن المشردين هم أشخاص أجلاف متسخون غير متعلمين، لكنني بعد أن قابلتهم أدركت أن الكثيرين منهم أكثر ذكاء من الكثيرين منا، كل ما يحتاجونه هو الفرصة. تقدر الحكومة عدد المشردين في المدن الهندية بنحو 2 مليون، بينما يقول آخرون إن العدد يصل إلى 30 مليون. أشخاص مجهولون نهارا وخائفون ليلا، والحال أسوأ بالنسبة للنساء الذين يقضين أوقاتا طويلة بلا نوم خلال الليل، فالمشردات من الفتيات يخفن النوم ليلا، ومع طلوع النهار سيعود هؤلاء الزوار إلى بيوتهم المريحة وتبقى الحياة الشاقة في الشوارع كما هي.